بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم راح نتناقش في حل مسائل حسابية تطبيقا لآخر مواضيع أخذناها تقريبا آخر محاضرتين. فبالنسبة لي المسألة الأولى تحت عنوان Example 1 يتعلق بخصائص الاوبن سيركت تيست للدي سي جنريترز، واضح؟ فنشوف السؤال. منطوق السؤال يقول the open circuit terminal voltage versus the field current of for a separately excited DC generator with provided the following test data at revolving speed 1400 RPM as shown by the table below. Okay. فإذا منطوق السؤال شباب، عندي separately excited DC generator، سوينا الاختبار open circuit test. فالopen circuit test مثل ما نعرف هو العلاقة بين ال no load generated voltage اللي هي ال E not وال الفيلد كارنت. فمثل ما نشوف في الجدول الموجود عندي هذه الامبير التيار، طبعا هنا الفيلد كارنت بالامبير، وماخذين خطوات قراءات معينه بحيث انه في الحاله الاولى مثلا عندي لما زيرو، فنقيس نشوف ايش قد الفولتيه المتولده في حاله النو لود، فهنا عندي 6، ولمن التيار 0.1 امبير الفولتية المتولدة 30، وهكذا إلى مثلا آخر قيمة اللي هي 0.8 فالفولتية المتولدة 179 فولت. فهذا التيبل يمثل لي نو لود كاركترستكس فور separately excited DC generator. طبعا القراءات الموجودة هنا هي لسرعة 1400 دورة بالدقيقة، لكن السؤال يطلب من عندي انه اكون جدول اخر للسرعة 1000 لما الجنريتر يدور بسرعة مغايرة اللي هي 1000. ففي نهاية الامر احصل هذا الكيرف اذا تتذكرون من هذه القراءات. لو اجي الان بالنسبه للسرعه 1400 منطيني اياها شباب، فمجرد انه احداثيات نقط، يعني لما الاي اف، طبعا هنا الاي اف راح ياخذ هو الهوريزونتال اللي هو الاكس اكسس، والجنريتد فولتج في حاله النو لود راح ياخذ الواي اكسس، اوكي، اللي هو الفيرتيكال. فالقراءة الأولى تتذكرون بالجدول لما التيار زيرو فعندي فولتية، الفولتية ما راح تكون زيرو وإنما كانت قيمتها على ما أذكر يمكن 6 فولت. فطبعا السبب مثل ما تذكرون قلنا هي بسبب الريزيجوال ماجنتيزم في الماتيريال، في المادة المغناطيسية المتخلفة في المادة، فبحيث حتى إذا ما كان عندي excitation current الآي اف إذا كانت زيرو بسبب المغناطيسية المتخلفة راح تتولد لي فولتية بسيطة، وفي هذه الحالة 6 فولت. لما أخذنا القراءة الثانية عند البوينت 1، إذا أقدر أشوف الصورتين يعني ممكن يعني شوية صعبة، المهم على العموم تقريبا جزء من الجراف ده يروح عندي، أقدر أصغر ال لكن ممكن أخاف تأثر على الوضوح. لا أوكي يمكن الخطوة. فالقراءة الثانية لما excitation current 0.1 راح الفولتية تكون 30 فولت اللي هي هنا، ولما 0.2 58 فولت، فهذه 0.2 هنا إذا أسوي الإسقاط فتطلع لي المفروض الفولتية 58. طبعا ترسم هذه على خلينا نقول ورق بياني وبمقياس رسم معين بحيث أنه كل سنتيمتر بالنسبة لل الاكس اكسس كم امبير يمثل لي، وبالنسبه لي الواي اكسس كل سنتيمتر كم فولتيه يمثل لي، حتى اقدر ارسمهم بمقياس رسم محدد. وهكذا شباب، ففي احداثيات نقط واحصل على نقاط هذه الموجوده، العفو، بالنسبه لي الجراف اذا اوصل بين هذه النقاط احصل هذا الجراف. هذا الجراف يمثل لي خواص الاوبن سيركت بالنسبه لهذا الجنريتر لما يدور بسرعه 1400، واضح؟
الفكرة البيانات هو معطيني اياها، لكن شنو المطلوب مني بالسؤال؟ المطلوب مني بالسؤال انه اعرف اولا شلون رسمت هذه البيانات، شلون رسمتها على جراف سهلة جدا يعني، هذه تعرفونها اكيد مر عليكم كثيرا يعني، حتى من الاعدادية هذه موجودة عندنا، وفي الكلية اكيد خلال سنوات الكلية كذلك. فالفكرة في المختبر أكيد تأخذون هذه القراءات وترسموها، طبعا حتى أحصل رسم دقيق إنه لازم أخذ مقياس رسم للتيار ومقياس رسم للفولتية، مو شرط موحد، لأنه مثلا إذا تشوفون عندي التيار أكبر قيمة هي 0.8 بينما الفولتية تقريبا بحدود 179، فأقدر أختار لكل متغير مقياس رسم مناسب. وإذا أريد أرسمها على ورق بياني راح أحصل على دقة أضبط أكيد للرسم. فالفكرة إذا من هذه البيانات، هذا الجدول البيانات رسمتهم وحصلت على هذا الكيرف، المطلوب في السؤال أنه أرسم الآن نفس الكيرف، كيرف الأوبن سيركت تيست لنفس المشين لنفس الجنريتر، بس لما يدور بسرعة مختلفة، لما يدور بسرعة الآن 1000 دورة بالدقيقة. واضح؟ بشكل عام شباب تتذكرون القانون، بالنسبة للقانون الفولتية المتولدة ممكن نرجع له، هذا القانون شباب إذا تتذكرون، فهذا القانون إنه الفولتية المتولدة تساوي لثابت كي ثابت المشين، اللي هو تتذكرون يعني العلاقة بعدد الأقطاب وعدد الموصلات الموجودة ونوع الربط. واضح؟ في فاي اللي هو الفلكس الفيض اللي له علاقه بالاي فيلد، الاي فيلد هو المسؤول عن تكوين الفلكس، والان السبيد. واضح؟ فلما انا اريد مني ارسم الجراف مره ثانيه لسرعه الف، فالالف طبعا اقل من ال 1400، فاذا ايش اتوقع الفولتيه المتولده تكون اقل، الفولتيه المتولده تكون اقل، لانه الفلكس راح استخدم نفس القراءات شباب بالنسبه لي للفلكس، يعني الزيرو والبوينت 1 وبوينت 2 وهكذا الى بوينت 8. فالفلكس نفس الفلكس، اذا الفلكس هو نفسه والكي ثابت، فايش بقى عندي متغير الان، فاذا زادت الان الكيرف الفولتيه المتولده تزداد والكيرف راح يكون للاعلى، اما اذا قلت السرعه فالفولتيه المتولده تقل والكيرف يكون تحت، وهذا اللي يبين عندي. بالنسبه لي كيفيه الرسم عندي طريقتين، اما مختبريا اجي اعيد التجربه انه اشغل الجنريتر، لكن هالمره اشغله على سرعه اللي هي 1000 ار بي ام، واجي اخذ القراءات بحيث انه في البدايه الاي اف 0 اشوف اخذ قراءه الفولتيه ايش قد، لما الاي اف 0.1 اخذ قراءه الفولتيه، واسوي جدول مثل ما موجود بالحاله ال 1400 وابدي ارسم الجراف. هذه واحده من الطرق مختبريا، وممكن استفيد من الكيرف الاول اللي حصلته واجي اطبق هذا القانون. ففي هذا القانون عندي الكي ثابت والفلكس هو نفس القراءات الاي اف، فاذا هو ثابت، فقط تتغير عندي السرعه، فاذا راح اسوي تناسب انه الفولتيه المتولده في حاله ال 1400 على الفولتيه المتولده في حاله ال 1000 تساوي لي السرعه في حاله ال 1400 على السرعه في 1000، واحصل هذا القانون شباب، احصل هذا القانون. هنا شباب إذن هذا هو القانون اللي حصله، انه الفولتيه المتولده في الحاله الثانيه اللي هي 1000 تساوي لي الفولتيه المتولده في الحاله الاولى في السرعه في الحاله الثانيه اللي هي عفوا الفولتيه المتولده في الحاله الاولى هي 1400 كانت، في الفولتيه المتولده العفو ال 1000، نعم لان ال 1400 موجوده عندي اريد احسب ال 1000، فالفولتيه المتولده في الحاله الثانيه اللي هي لما السرعه 1000 تساوي لي الفولتيه المتولده في الحاله الاولى اللي هي السرعه 1400 في السرعه في حاله الثانيه اللي هي 1000 على السرعه في حاله ال 1400، ولهذا طبعا 1000 على 1400 راح تكون قيمه اقل، فالفولتيه المتولده في الحاله الثانيه راح تكون اقل، واحسب هذه القيم
مرة ثانية من خلال الجدول، يعني إذا أرجع للجدول شباب هنا فأبدي كأنما هذه في حالة السرعة 1400، إذا أريد للسرعة 1000 فأجي الفولتيات أضربها في هذه الريشيو اللي موجودة عندي سابقا وأحصل على فولتيات جديدة، واضح؟ بحيث أنه دائما تكون الفولتية أقل لأن السرعة قلت، فأحصل على جدول جديد، ولما أرسم بيانات أو نقاط هذا الجدول أحصل هذا الكيرف، أحصل هذا الكيرف. ليش؟ الفولتيات أقل لأن السرعة قلت. لو كانت السرعة أكثر، لو طلب من عندي أرسمها لسرعة في حالة الألفين، فنتوقع الكيرف شباب راح يكون للأعلى للأعلى، لأنه السرعة زادت فالفولتية المتولدة راح تزداد. واضحة شباب؟ هذا فيما يخص السؤال دكتور، الأول. اسمح لي دكتور، نعم ليش أخذ عندي تفضل. الفولتية 114؟ لا هذا أخذ كوحدة من القراءات حسبها فقط يعني بالمثال، لكن احنا نحتاج نحسبهم عند كل الحالات. هو هنا ده يقول لك فور انستانس، يعني على سبيل المثال ات فيلد كارنت اوف 0.4، لما ياخذ الفيلد كارنت 0.4 زين، الفولتية المتولدة سابقا ايش قد كانت؟ 114. عفوا لازم ارجع اشوف ايش قد كانت الفولتية في حالة ال بقصد 0.4. 114 دكتور، 114 اي كانت 114، فهذه في حالة السرعة 1400. إذا أريد أحسبها في حالة السرعة 1000 فأكيد راح تكون أقل، راح تكون أقل شباب. فراح نحسبها من هذا القانون، إنه الفولتية المتولدة في حالة السرعة 1000 تساوي لي الفولتية المتولدة في حالة ال 1400 اللي هي 114 في السرعة الجديدة اللي هي 1000 على السرعة القديمة اللي هي 1400، فأحصل على فولتية مقدارها شقد؟ 81.4 فولت. واضحة شباب؟ دكتور، فأخذ نقطة من النقاط. إحنا حتى نرسم البيان لازم ناخذ كل النقاط، نعيد الحسابات لكل النقاط وأحصل الجدول جديد، تيبل جديد، وأرسم الجراف. من أرسم الجراف راح أحصل على الكيرف الثاني، المنحنى الثاني. واضحة شباب؟ يعني نعم دكتور بهالحالة راح يظل التيار ثابت. نعم تيار الفيلد ثابت، هو فقط لأنه يدرس تغير السرعة، تأثير السرعة على الجنريتد فولتج، والتيار ثابت. نعم نبحثها عند كل الحالات ونطلع فولتيات جديدة، وهي قيمة التيار القديمة ونرسمها المنحني. بالضبط بالضبط. فإذا ما دام التيار ثابت، فإذا نرجع للعلاقة شباب، للعلاقة اللي عندي هي اللي هذه اللي هي الاي جي تساوي لي كي فاي ان. اذا التيار نفس قيم التيار بالحالتين، بالحالة الاولى والحالة الثانية نفس القراءات التيار اخذها اللي هي 0.1.2.3، فاذا الفاي هم راح يكون ثابت والكي ثابت، اذا المتغير الوحيد هو شنو؟ السرعة. فاذا السرعة قلت راح اكيد الفولتية تقل، واذا السرعة زادت الفولتية تزداد. أوكي شباب، هذا بالنسبة لما يخص السؤال الأول. واضح إن هذا شاء الله دكتور. السؤال الأول هذا قلنا يتعلق بخصائص الـ Open Circuit Test. واضحة شباب؟ أوكي خلينا نشوف السؤال الثاني. نشوف السؤال الثاني عندي شباب هنا. فالسؤال الثاني تحدثت عندكم الصفحة شباب، الآن صفحة 2 example 2 نعم استاذ، تحدث الدكتور. زين. يقول the separately excited generator of example 1، ده يعيدني لنفس الاكزامبل، الاكزامبل العفو لنفس الجنريتر اللي في حالة الاكزامبل الأول. نفس الجنريتر is driven at revolving speed 1000 RPM. الآن نفس الدي سي جنريتر اللي موجود بالمثال الأول بدأ يدور بسرعة مقدارها 1000 دورة بالدقيقة. And the field current is adjusted to 0.6 amp. واضح؟ والآن ثبتنا أو نظمنا الفيلد كرنت الـ IF لعد قيمة 0.6 amp. واضحة شباب؟ إذا السرعة 1000 والـ IF 0.6. If the armature circuit resistance is 0.28 ohm. الآن إذا كانت الـ RA قيمتها 0.28 ohm، plot the output voltage as the load current is varied from 0 to 60 amp.
الآن يريد من عندي أرسم علاقة الأوتبوت فولتج، واضحة شباب؟ اللي هي التيرمينال فولتج بالنسبة لمن؟ للود كارنت. بالنسبة لي اللود كارنت على اعتبار انه اللود كارنت يتغير من 0 الى 60 ام، واضحة شباب؟ طبعا من 0 الى 60 ام التدرج ما قال لي اياها، يعني خلينا نقول الستيب سايز او الخطوات اللي امشي بيها ما حدد لي اياها، ممكن انا احددها امشي كل 5 امبير كل 10 امبير، واضح؟ فاقدر احسب القيم، يعني عند الزيرو لما الاي لود زيرو ابدي احسب الاوتبوت فولتج ايش قد، لما الاي 5 امبير ايش قد الاي اي اقصد العفو الاي لود يعني، وكذلك لما 5 امبير او 10 وهكذا الى 60، فاحصل على مجموعه نقاط جدول. بس بالحاله الجدول ايش راح يكون شباب؟ يمثل لي العلاقه بين اللود كرنت والاوتبوت فولتج اللي هي تمثل لي الخواص الخارجيه ل السيستم الاكسترنال كاركترستكس، واضح؟ هنا ده يقول لي نيجلكت ارميتشر رياكشن افكت، واضح شباب؟ اهمل تاثير الارميتشر رياكشن، واضح؟ اف ذا فول لود كرنت از 60 ام، اعتبر انه الفول لود كرنت هو 60 ام، وات از ذا فولتج ريجوليشن؟ اوكي شباب، فاول شيء اريد احسب العلاقه او احسب نعم حتى ارسم العلاقه انه احسب تغير او قيمه فولتج اوتبوت ويا كل قيمه من قيم اللود كرنت، ومن حصلت مجموعه قيم يعني سيت اوف فاليوز للود كرنت ويا الاوتبوت فولتج اللي نحسبه، فراح اقدر ارسم الجراف، ارسم الجراف اللي يمثل لي العلاقه بين اللود كرنت ويا الاوتبوت فولتج. بعدها يقول اعتبر ال 60 امبير هي الفول لود كرنت، اذا احسب الفولتج ريجوليشن. الفولتج ريجوليشن، اوكي شباب؟ فاذا يقول فروم اكزامبل 1 اي جي ايكوال 153 فولتس وين ذا فيلد كرنت از 0.6. طبعا هذا هنا ما موجود عندي بالجدول شباب، لكن بعد ما حسبت المفروض بعد ما احسب القيم، بعد ما احسب القيم قيمه الفولتيه في حاله الالف عند ال 0.6 امبير المفروض تطلع لي قيمه معينه، فهو حاسبه هنا ده يقول 0. استاذ هذا الشكل مع السؤال الاول مو مال الثاني، مال السؤال الثاني موجود جوا الشكل. اوكي مو هو نعم ده يقول فروم اكزامبل 1 اي جي ايكوال 153 فولت وين ذا فيلد كرنت از 0.6 ام، زين واضح؟ فالمفروض هذه البيانات عندي من البيانات اللي عندي انه الجنريتد فولتج في حاله الاي اف 0.6 من الجدول اطلعها اللي هي 153 فولت which is the open circuit terminal voltage، يعني الفولتية في حالة النولود، الفولتية في حالة النولود. When the generator is loaded, the terminal voltage is decreased by internal voltage drop. نعم، لما الجنريتر الآن ربطنا عليه حمل راح يصير عندي دروب بسبب إنه الحمل راح يسحب تيار، فالارميتشر كرنت ما راح يكون صفر وإنما تكون إلى قيمة. والدروب طبعا راح يكون بسبب المقاومه في هذه الحاله، بسبب مقاومه الملفات الارميتشر اللي هي ار اي، وكذلك بسبب الارميتشر رياكشن. بس سؤال يقول لي اهمل تاثير الارميتشر رياكشن، اذا بقى فقط تاثير الدروب او الهبوط بالفولتيه بسبب مقاومه الارميتشر. اذا الفي تيرمينال فولتية الأطراف اللي هي تعتبر الأوتبوت فولتج تساوي الفولتية المتولدة في حالة النو لود ناقصا الهبوط بسبب مقاومة الأرميتشر اللي هي اي اي ار اي، واضح؟ فهنا ده يحسب يقول فور a load current of say 40 amp، إذا ناخذ حالة من الحالات اللي هي لما تكون 40 amp
نساوي الاي اي 150 الاي جي ناقص الاي اي اللي هي 40 في الار اي اللي هي كذلك ثابته 0.28، فاضرب هذا في هذا الناتج اطرح من ال 153 احصل على 141 فولت. هذه من شباب، هذه لحاله ال 14 ام 40 ام نقاط على الاقل اكثر من سطح. واحد تسلا جراف يكون دقيق نوعا ما، كل ما كثرت عدد النقاط كل ما احصل على جراف ادق. واضح؟ بس لنفرض لو اخذت 10 قيم ممكن احسب هذه القيمة. فهنا نعم. يقول the calculation is for a number of load current and external characteristics can be as shown in figure for full load terminal voltage. نعم. دكتور التيار الارميتشر من اكو جبت سؤال؟ استاذ؟ دكتور تيار الارميتشر 40 من جبت استاذ؟ هو تقول لك مو بالسؤال، بالسؤال ايش يقول لك بالسؤال؟ يقول لك احسب او ارسم الخواص الخارجيه الاكسترنال كاركترستكس اوف دي سي جنريتر اذا كان اللود كرنت يتغير من صفر الى 60. ونوع الجنريتر شنو شباب؟ نوع الجنريتر هو شنو؟ سيبريتلي اكسايتد. السيبريتلي اكسايتد الاي فيلد اصلا ودائره الفيلد كلها منفصله من مصدر خارجي، مو صحيح؟ بقى الارميتشر كرنت هو نفس اللود كرنت، تذكرون الدائره المكافئه شباب للسيبريتلي اكسايتد؟ ايه دكتور؟ اوكي، معك فاذا واضحه فاللود كرنت هو نفس الارميتشر كرنت في السيبريتلي اكسايتد، وهو ده يقول لك ارسم العلاقه بحيث انه اللود كرنت يتغير من الصفر الى 60. فهو ال 40 اخذ، هو ده يقول لك فور اكزامبل، يعني لحاله، يعني كمثال اخذ ال 40. بس مثل ما قلت لك احنا حتى نرسم الجراف نسوي لنا جدول ناخذ هذه القيم بين الصفر الى 60، اخذ الصفر واخذ ال 60 واخذ بيناتهم قيم اما 5 5 او 10 10 امبير. واضح؟ حسب كم نقطه تريد ترسم، كل ما ترسم عدد نقاط اكثر كل ما الجراف يطلع لك ادق. واضحه استاذ شباب؟ عادل، فهو نكتب الان هنا خمسين. حسبها. استاذ عادل نكتب نعم خمسين مكان 40 يعني. ممكن. انت اراد تحسب مو بس ال 40، انت اراد تحسب الصفر، خلينا نقول حتى لو اقل نقاط تحسب، انت تحسب الصفر وتحسب العشرة والعشرين استاذ والثلاثين يعني نحسب والاربعين والخمسين. واضح؟ فراح تصير عندك 7 نقاط، 7 نقاط الجراف يطلع نوعا ما زين، يعني دقة مقبولة. بس اذا اخذتهم 5 5 راح يصير عندك تقريبا 13 نقطة اعتقد، فبهالحالة الدقة تصير اضبط. بس شيني طبعا ياخذ منك وقت حسابات اكثر اذا تسويها باليد طبعا، اما اذا مثلا تستخدم ماتلاب او تستخدم اي برنامج يحسب لك اياها، لا طبعا انت من تكتب البرنامج ماتلاب تكتبه حتى لو تريد 100 نقطه 1000 نقطه، تكتب الاعازات تكتب الكود تسوي له ران، يعني هو خلال ثانيه اقل من ثانيه حسب لك الحسابات ورسم لك الجراف. اما يدويا فالمفروض، يعني ما اقول لك انه تعالى احسب لي 100 نقطة لأنه راح وقت طويل جدا تبدي المعادلة تحسبها. هاي المعادلة مو صحيح، تشوفون المعادلة هاي معادلة ال في تي تساوي لي اي جي ماينس اي اي ار اي، فاللي يتغير عندي بس الاي اي، مرة صفر مرة خمسة مرة 10 مرة 15 مرة 20، وطبعا كل ما قيمة راح تعطيني في تي مختلفة، وارسم العلاقة بيناتهم بين الاي اي والفي تي. واضحة شباب؟ فيعني مثلا من اذا اريد احسبها يدويا، انتم بالمختبر اكيد تسوون هيش تجارب وتمرون بها، فعاده تاخذ مثلا بحدود 10 نقاط اقل اكثر، يعني بهالحدود، وتبدي ترسم الجراف. نعم اوكي شباب. فهنا بالنسبه لل 40 حسبها، وحسبها كذلك لل 60. فلل 40 من حسبها الفي تيرمينال ايش قد طلعت؟ 141.8. لما اللود كارنت زاد لل 60 فطبعا اكيد الدروب راح يزيد اكثر، اذا الفي تيرمينال اقل يصير، فصار عندي 136.2. واضح؟ فاذا شباب من تكون عندي مجموعه نقاط
مجموعة نقاط، إذا 5 6 10 15 نقطة أقدر أرسم. هذه الجراف هو في النهاية راح تمثل لي العلاقة شباب، لأن عندي الإي جي هي هذه في حالة النو لود. النو لود فولتج طبعا ثابتة، قيمة ثابتة نو لود فولتج، لأن ليش؟ ما عندي دروب. أولا الأرميتشر رياكشن راح تكون صفر في حالة النو لود. ليش؟ لأنه في حالة النو لود الأرميتشر كرنت يساوي لي صفر، وإذا كان الأرميتشر كرنت صفر فراح يكون عندي الأرميتشر رياكشن صفر. كذلك إذا الأرميتشر كرنت صفر، الفولتج دروب بسبب المقاومة ار اي تساوي لي صفر، إذا ما عندي هبوط بالفولتية، فتبقى الاي جي هذه القيمة ثابتة. واضح؟ أما التيرمينال فولتج، هذه شباب هذه هي التيرمينال فولتج الخط الثاني، فنشوفه يبدي بالبداية لما التيار اللود أو تيار الأرميتشر صفر، كذلك ما عندي هبوط، واضح؟ فيساوي لي صفر. أما لما تزداد القيم فيبدي يزداد عندي الدروب. هذا الدروب شباب هو حاصل ضرب اي اي في الار اي اللي هو يمثل لي الفولتج دروب، هذا الهبوط، واضح؟ فكل ما زادت طبعا الار اي ثابته، كل ما زادت الاي اي كل ما زاد الهبوط، وتشوفون عندي النقطه 60 يصير عندي اكبر هبوط بالفولتيه، وهذا هو مقدار الفرق. بينما مثلا في ال40 الهبوط كان اقل، وفي ال20 راح يكون اقل، وفي حاله الصفر ما عندي هبوط لانه الاي اي صفر. فشباب من خلال حساب هذه القيم اكون الجدول وابدي ارسم البيانات، احصل على هذا الجراف. هذا الجراف اللي هو يمثل لي الخواص الخارجية للدي سي جنريتر. هذا فيما يخص البلوت. المطلب الثاني كان يريد من عندي الفولتج ريجوليشن. شباب تتذكرون آخر موضوع تكلمنا به هو الفولتج ريجوليشن، وقانون الفولتج ريجوليشن هو الفولتية في حالة النو لود ناقصا الفولتية في حالة الفول لود على الفولتية في حالة الفول لود في 100%. الفولتية في حالة النو لود عرفناها من الجدول هي 153 فولت. الفولتية في حالة الفول لود هي التيرمينال فولتج في حالة الفول لود اللي هي 60، هو ده يقول لي اعتبر الفول لود 60، فإذا حصلتها على 136.2 على الفولتيه في حاله الفول لود اللي هي 130.2، واحصل على الفولتج ريجليشن كنسبه مئويه هي 12.3 12.3. واضحه شباب بالنسبه لهذا المثال الثاني؟ المثال الاول كان على الاوبن سيركت، المثال الثاني كان على الاكسترنال كاركترستكس بالنسبه للخواص الخارجيه للجنريتر. واضحه شباب؟ اللي هو يمثل العلاقه بين منو لود من عندي انت دكتور حسبته من نعم الاول اي الفينولود، مو صحيح؟ اي دكتور اي الفينولود، الفينولود منين حسبناها؟ من حسبناها بالمثال الاول، بالمثال الاول، لان هنا ايش دا يقول لك؟ هو طبعا حتى ما يعيد الحسابات المفروض تقدر تحسبها، يعني يقول لك فروم اكزامبل 1، لان هو في السؤال اذا دا تشوفه شباب السؤال الثاني ده يقول لك separately excited generator of example 1، فهو ده يربط لك الحل بالسؤال الاول، مثال الاول. فهنا يقول لك from example 1 اي جي تساوي لي 153 لما الفيلد كرنت 0.6. اذا ارجع للجدول شباب، اوكي واضح عندكم الجدول الان شباب؟ لما القيمه تساوي 0.6 الفولتيه ايش قد؟ 153. نعم دكتور هاي مو بحاله ال 1400 يدور بلي بلي الجنريتر؟ مضبوط. نعم، بس بالمثال الثاني قال لك عند السبيد يعني 1000. اوكي بلي هنا نعم شباب اكيد هسه انا حقيقه هسه يلا انتبهت له يعني شفتها. فالشباب بالنسبه لي الفولتج ريجليشن هذا المن هذا للجنريتر في حاله الدوران بسرعه ايش قد؟ 1400 1400 بالضبط. اذا اريد الفولتج ريجليشن بحاله ال 1000 وين ارجع شباب؟ ارجع للمثال الاول
وأطبق هذا الشيء شباب، تتذكرون؟ الآن أريد الفولتية في حالة الألف، فالفولتية في حالة الألف وأربعمية إيش قد؟ كانت 153، مو صحيح؟ حسب الجدول 153 في ألف على 1400 أحصل الفولتية الجديدة. واضحة شباب شلون منين اجت هاي الفكرة؟ نعم دكتور. اي هنا شباب الفولتية في حالة ال 1400 اللي تقابل 0.6 بالنسبة للاي اف هي 153، فاجي اخذ ال 153 في 1000 على 1400 تنطيني الفولتية المقابلة ل اي اف قيمته 0.6 بسرعة 1000. واضحة شباب؟ فممكن هنا اذا تريدون بس تكتبون ملاحظة عليها، تكتبون انه هذه الفولتج ريجوليشن في حالة ال 1400، او اذا تريد تغيرها، فراح تعيد حساباتك، بدل ما تكون 153 هنا شباب راح تكون الفولتية اللي راح نحسبها من المعادلة السابقة، وانقص منها هذا الفولتج دروب احصلها، فتصير هنا عندي الفولتية في حالة النو لود بالنسبة للالف في حالة النو لود ناقصا الفولتية في حالة الفول لود بالنسبة للسرعة ألف اللي حسبناها من هذه المعادلة بعد ما غير هذه الفولتية نعدل عليها. واضح؟ فتطلع لي الفولتج ريجوليشن. نعم شباب سهلة هذه، يعني تقدر تغيروها، واحسبوها بالنسبة لي الفي نو لود في حالة الألف وأربعمية. واضحة شباب؟ واضح إن شاء الله دكتور. اوكي اذا شباب خلونا نروح الى مثال اخر. هذا المثال تحت عنوان Example 3، تحدثت الصفحة عندكم شباب؟ نعم دكتور تحدثت. جيد. المثال عندي شنت جنريتر. اذا الان دي سي شنت جنريتر معناه انه ملفات الستيتر مربوطة على التوازي مع ملفات الارميتشر. هذا فيلد ريسيستنس، مقاومة الفيلد مالت الشنت هي 60 اوم. وين ذا جنريتر ديليفرز، اذا كان الجنريتر يجهز قدرة كهربائية مقدارها 60 كيلو وات بتيرمينال فولتج مقدارها او مقدار الفولتية 120 فولت. while the generated EMF is 135 فولت، إذا كانت الفولتية المتولدة في الجنريتر هي 135 فولت. determine حدد أو معناها احسب. the armature circuit resistance، إذا المطلب الأول شباب هو نحسب الـ RA. المطلب الثاني the generated EMF when the output is 20 كيلو وات and the terminal voltage is 135 فولت. اوكي شباب المطلب الاول نحسب الارميتشر ريسيستنس بنفس المعطيات المعطاه في السؤال. المطلب الثاني نعيد حساب الجنريتد فولتج، الفولتيه المتولده في الجنريتر، اذا كان الجنريتر الان يعطي اوتبوت قدره كهربائيه مقدارها 20 كيلو واط بدل 60 كيلو واط، وكذلك نعيد حساب التيرمينال فولتج في هذه الحاله. العفو هنا التيرمينال فولتج ما مثبته هو. And the terminal voltage is 135 فولت. واضحة شباب؟ لإعادة حساب الجنريتد فولتج إذا كان الجنريتر يجهز قدرة 20 كيلو وات بدل 60 كيلو وات وبتيرمينال فولتج مقدارها 135 فولت. فنبدي الآن عندي الآي لود شباب بما أن هي شانت دي سي شنت جنريتر، ففي الدي سي شنت جنريتر وهو جنريتر فالارميتشر كرنت راح يجهز تيار للاي اف للفيلد كرنت ويجهز تيار للود. واضح؟ اذا تيار اللود شو يساوي لي؟ يساوي لي القدره الكهربائيه اللي يجهزها للود على التيرمينال فولتج. القدره الكهربائيه منطينيها بالحاله الاولى هي 60 كيلو وات، اذا 60000 وات على التيرمينال فولتج هو ده يقول لي 120، ف 60000 تقسيم 120 تطلع لي الاي لود اللي هي قيمه ايش قد؟
500 امبير، 500 امبير، هذا اللود كرنت. زين، ذا فيلد كرنت سبلايد باي ذا ارميتشر، الاي اي مو قلنا هو يجهز الاي اف، كذلك مثل ما جهز الاي لود يجهز الاي اف. شلون نحسب الاي اف؟ الاي اف تساوي لي 120 فولت اللي هي التيرمينال فولتج على مقاومه الار اف اللي هي 60، فحصل على تيار مقداره 2 امبير. الان اذا الاي اي الارميتشر كرنت، بما انه هو جنريتر فالارميتشر كرنت هو المصدر، هو اللي جهز، فيساوي لي مجموع الاي اف زائدا الاي لود، ويساوي لي المفروض 2 زائدا 500، الاثنين هو الاي اف وال500 هو الاي لود، فاحصل على 502. زين الان هذه معادله شباب، الفي تي تساوي للاي جي ماينس اي اي ار اي، فولتيه الاطراف تساوي للفولتيه المتولده في الجنريتر ناقصا الهبوط بسبب مقاومه الار ميتشر، مقاومه الارميتشر. نعم، وهنا شباب ما ذكر لي اي شيء عن الارميتشر رياكشن. طبعا اي متغير، اي خسائر، اي هبوط بالفولتيه، اذا ما انطاك اي شيء عنها فمعناها لا تاخذها بالحساب. لو معطيك اي معلومه عن الارميتشر رياكشن المفروض تاخذها بالحسبان، لو معطيك اي معلومه عن الهبوط بسبب الفحمات كذلك نحسبها، بس اذا ما ذكر لك اي شيء عنها معناها تهمل. وهنا همنا الارميتشر رياكشن وهمنا الهبوط بسبب الفولتج البرش، الفولتج دروب بسبب البرش الفحمات. فاذا الفولتيه الاطراف تساوي لي الفولتيه المتولده في الجنريتر ناقصا اي اي ار اي. من هذه المعادله الفولتيه الاطراف عندي اللي هي معطيه بالسؤال 120، الاي جي كذلك معطات، فنرجع شباب للبيانات اللي عندي للسؤال. ف نعم معطيني فولتيه الاطراف 120 والجنريتد فولتج 135، واضح. والاي اي حسبنا الارميتشر كرنت، فمن هذه المعادله هذا معطى وهذا معطى، والاي اي حسبناها، بقى فقط عندي الار اي وهو المطلوب، فالار اي من هاي المعادله احسبها تطلع لي 0.28 اوم، واضح. الان المطلب الثاني، طبعا هنا شباب رسم الدائره، لانه ما دام شنت فهو هذا الجنريتر، هاي الجنريتر واضح، هذه الار اي، وهنا هذه الفحمات البرشز، وراح الجنريتر يجهز لي التيار اي اي، يروح جزء منه يغذي الفيلد كرنت، هذه ملفات الفيلد هي المربوطه على التوازي ويا الارميتشر ار اف 60 اوم، والجزء الاخر من التيار وين يغذي الحمل اللود اللي هو 60 كيلو واط في الحاله الاولى، وفولتيه الاطراف معطيني اياها 120 والجنريتد فولتج معطيني اياها 135، واضح. فحسبنا المطلب الاول. المطلب الثاني الآن، for a load of 20 kilowatt when the terminal voltage is 135 volt, therefore the load current is. الآن ما دام تغير عندي الحمل أكيد اللود كرنت راح يتغير، واضح. فاللود كرنت يساوي لي الحمل الجديد اللي هو 20 واط، 20 كيلو واط أو 20,000 واط، على التيرمينال فولتج الجديدة اللي هي 135، فأحصل على تيار قيمته 148.1 أمبير. هذا الفيلد عفوا اللود كرنت. الفيلد كرنت يساوي لي التيرمينال فولتج الجديدة اللي هي 135 على مقاومة الار اف اللي هي 60، وأحصل على تيار 2.25 أمبير. الان الارميتشر كرنت يساوي مجموع تيار اللود كرنت ويا الفيلد كرنت، فنجمعهم احصل على 150.25 امبير. الان التيرمينال فولتج الجديد عفوا الجنريتد فولتج الجديده، الجنريتد فولتج في الجنريتر تساوي للتيرمينال فولتج زائدا الهبوط بسبب مقاومه الارميتشر، فالتيرمينال فولتج الجديده هي 135 زائدا الارميتشر كرنت حسبناه اللي هو ايش قد 150.25،
والارميتشر ريسيستنس حسبناها كذلك من المطلب الاول اللي هي 0.28 اوم. فالمهم نحسب الفولتج دروب، نضيفه للترمينال فولتج، احصل على الجنريتد فولتج، احصل على الجنريتد فولتج وهو المطلب الثاني. واضحه شباب بالنسبه لهذا المثال الثالث؟ واضح دكتور. اوكي، خلونا نشوف مثال اخر. اكزامبل 4. اوكي شباب، بس حتى اعطيكم خبر انا ابوكم، لانه حقيقه الكهرباء احنا من بعد ال 12 ونص ما جتنا كهرباء وطني نهائيا، فحاسبتي يعني بقى بها شحن قليل، لكن إذا ما جتنا الكهرباء خلال الدقائق القادمة فممكن نواصل بال 12، بال 12 راح مولد المنطقة يشغل، واضح شباب؟ فإذا نصار نرجع إن شاء الله نكمل بال 12 شباب. على وسط ما تأخرنا، عندنا امتحان رياضيات بالسبعة. اوكي شباب تسمعوني؟ نعم دكتور نسمعك، نقول لك على وين ما تأخرنا، عندنا امتحان رياضيات نعم بالسبعة. ان شاء الله. وهي قلت لك وهي فكره شباب، هي مسائل لكم كيفكم، يعني اذا تريدون خلاص يعني شوكت ما خلينا نقول توقفنا وتكملون المسائل بعد لكم انتم، يعني هي مسائل محلوله بس كنا نتناقش بحلقه جزء من عندها يعني، فمو ممكن لا أستاذ، لا عاد اذا نحلها، كيفكم يعني نواصل اذا أستاذ إن شاء تريدون، الله. يعني قصدي بالإذن هسه الله، خلونا كنت نواصل بس. نواصل. نعم خلونا نواصل يعني، ف يعني بس يبقى لنا جزء من المحاضرة، يبقى لنا نص ساعة، اذا تريدون نكملها بال 12 يعني اذا عادي توقفت السؤال، الحاسبة يعني. عادي السؤال. اوكي شباب خلونا نبدي، خلونا نبدي المثال الرابع. 10 كيلو وات 125 فولت كومباوند جنريتر. شباب عندي الآن جنريتر يقطع من بس نوع كومباوند، الكادرون. الصوت ما واضح. اوكي شباب نحاول شو اسمه بالنسبة لكم شباب، اغلقوا المايكات من يمكم حتى لا يصير، تعرفون النت عندنا اكيد ضعيف، فاغلقوا المايكات فقط انا اللي اتكلم، صوتي ان شاء الله يكون اوضح. اوكي شباب اذا في عندي 125 فولت كومباوند جنريتر، اذا عندي جنريتر كومباوند يجهز قدرة كهربائية مقدارها او الريتد الان مالته، خلينا نقول ما يشتغل مو شرط الا بالريتد، بس معنى من يعطيك قيمة هي هذه الريتد، الريتد مالته شباب هي 10 كيلو وات و125 فولت هي amounted to 580 وات. الروتيشنال لوس شباب الميكانيكية والخسائر المغناطيسية، الايرون لوس فهذه منطيها كقيمة هي 580 وات 0.022 اوم. شباب لانه كومباوند، تعرفون الكومباوند جنريتر في الفيلد اللي موجود في الملفات، الفيلد الموجودة في الستيترز تكون ملفين، واحد منهم يربط شانت ويسمى شانت فيلد، والثاني يربط سيريس ويسمى السيريس، واضح؟ فملفات اثنين، هذا عندي مقاومة ملفات الشنت ومقاومة ملفات السيريس. calculate the load the full load efficiency. اوكي شباب يريد من عندي احسب الكفاءة لهذا الجنريتر بحالة الفول لود، واضح؟ زين نبدأ الحل. من المعطيات اللي عندي اقدر احسب الفول لود كرنت،
الفول لود كرنت شو يساوي لي؟ يساوي لي الفول لود باور اللي جهزها على التيرمينال فولتج. إذن الفول لود كرنت اللي هي 10000 على التيرمينال فولتج هي 125، احصل على اللود كرنت اللي هو قد 80 امبير. تتذكرون كم نوع عندي من الكومباوند جنريتر شباب؟ احد يتذكر شباب؟ نوعيتين استاذ دكتور، الشورت اللي واللونج. هي الشورت واللونج. بالضبط بالضبط، اما يكون عندي لونج شانت او شورت شانت. هنا بالسؤال ما حدد لي، اذا ما حدد لي فهنا ده يفترض فرضيه، بدل ما يتوقف انه ما دام هو ما حددني فاقدر افرض فرضيه واحل، الا اللهم اذا اكو معطيات انه تثبت بانه هو هذا النوع. اذا ما معطيك معطيات تثبت هذا النوع او ما حدد لك اياه تسميه، فانت بهالحاله تفرض، فهو فرض اذا assuming a long shunt connection. واضح؟ اعتبره افترض انه لونج شانت، حتى على ضوء طبعا تعرفون الدائره المكافئه لللونج شانت راح تختلف عن الشورت شانت. واضح؟ حتى في الحسابات المطلوبه. فاذا ذا فيلد كرنت اذا كان هو لونج شانت، لونج شانت، فالفيلد كرنت الاي اف راح يساوي لي التيرمينال فولتج على الار اف. واضح؟ من الدائره المكافئه لللونج شانت. اذا 125 على 62 ونص 2 امبير، هذا شنو الاي اف. زين احنا حسبنا الاي لود، وبما انه هو جنريتر فاذا الارميتشر كرنت اللي هو التيار اللي يولد الجنريتر يساوي لي مجموع اللود كرنت زائدا للاي اف اللي هي السيريس وايندنج. طبعا ما دام قلنا هو لونج شانت معناه انه الشانت مربوط على التوازي مع كل من الارميتشر والسيريس، معنى السيريس والارميتشر مربوطين على التوالي والمحصله مالتهم مربوطين على التوازي ويا الشنط. فاذا تيار الارميتشر يمر بملفات الارميتشر ويمر بملفات السيريس. واضح؟ زين الان نجي نحسب اذا الاي سكوير ار اللوسز، الخسائر شباب، الخسائر في القدره هو ممكن نحسبها واحدة من الصيغ، ممكن هي هذه الصيغة اللي ممكن موجودة عندي متوفرة، انه مربع التيار في المقاومة يعطيني الخسائر للجزء المطلوب. فإذا أريد أحسب الخسائر بسبب مقاومة الارميتشر يساوي لي تيار الارميتشر تربيع في مقاومة الارميتشر، وأحصل على هذا المقدار اللي هو 807. بالنسبة لي الخسائر بسبب ملفات السيريز، ملفات السيريز قلنا يمر بها نفس ملف الارميتشر، فاذا تيار الارميتشر تربيع في مقاومه ملفات السيريز وحصل على اللوسز اللي هي 148. بالنسبه للشنت فيلد، فالشنت فيلد تيار الشنت تربيع في مقاومه الشنت فاحصل على هذه الخسائر، هذه كلها الخسائر النحاسيه الكبر لوسز. وعندي الروتيشن لوسز اللي هي تشمل الخسائر الحديديه اي المغناطيسيه وهي الخسائر الميكانيكيه 580، فمن اجمعها كلها احصل على التوتال لوسز. التوتال لوسز هي ايش قد؟ انجمعت لي الى 1785 واط. الان حتى احسب الكفاءه، الكفاءه شو تساوي لي؟ تساوي لي الاوتبوت باور على الانبوت باور. اذا عندي الاوتبوت باور اللي هي معطاه بالسؤال، فحتى احصل الانبوت باور اضيف كل اللوسز الخسائر كلها الحاصله اضيفها للاوتبوت لوسز تنطيني الانبوت لوسز. اذا شباب الكفاءه تساوي لي الاوتبوت لوسز على الاوتبوت لوسز زائدا اللوسز الباور لوسز حتى احصل الانبوت واحصل على الكفاءه. فهنا عندي 10000 في 100، طبعا هاي ال 100 مال 100% النسبه المئويه على 11785، لانه هناك 1785 اللوس زائد 10000 تصير 11000، فاحصل على الكفاءه اللي هي 84.9. هذه الكفاءه. نادي يقول ان الترناتيف واي، ممكن طريقه ثانيه لحساب الكفاءه، انه اجي احسب الجنريتد فولتج، الجنريتد فولتج تيرمينال زائدا
الارميتشر كرنت في مجموعه مقاومه الار اس ويا الار اي اللي مثل لي كل الهبوط بالفولتيه بسبب مقاومه الار اس والار اي. فاذا عندي 125 في الاي اي 180 في مجموع المقاومتين احصل على 136.6. The power developed by the armature، القدرة المتكونة في الارميتشر تساوي لي بي دي اللي هي اي جي في الاي اي. الاي جي في الاي اي. فاذا الاي جي هي حسبناها 136.6 في 82 اللي هو تيار الارميتشر، احصل على القدرة المتكونة داخل الارميتشر. القدرة المتكونة داخل الارميتشر اللي هي 11250. حتى احسب الانبوت باور شباب، حتى احسب الانبوت باور لازم القدرة المتكونة في الارميتشر اضيف لها الروتيشنال لوسز. اضيف لها الروتيشنال لوسز هي الخسائر بسبب الايرون لوسز، الخسائر المغناطيسية زائد الخسائر الميكانيكية، فاحصل على هذا المجموع اللي هو ال 11785، وفي النتيجة احصل على نفس الكفاءة. نفس الكفاءة. واضحة شباب بالنسبة لهذا المثال؟ تمام دكتور، واضح. خلونا نشوف اذا الوقت يسعفنا انه عندي مثال اخر. شورت شانت كومباوند، حدد شورت شانت كومباوند جنريتر ديليفر لود كرنت اوف، يجهز تيار مقدار للحمل مقدار الارميتشر والارميتشر والسيريس والفيلد ريسيستنسز، يعني مقاومه الارميتشر والسيريس والفيلد على التوالي هي 0.05 و 0.3 و 200 اوم. هذه المقاومات الار اي والار اس والار اف. Calculate the induced EMF، احسب مطلوب من عندي احسب الفولتيه المتولده في الجنريتر والارميتشر كرنت الاي اي، اذا الاي جي والاي اي allow 1 فولت بير برش فور كونتاكت دروب. بالحالات السابقه المثال اللي قبله ما غير لان ما انطاني اي شيء على الهبوط بسبب الفحمات فهملته، الان انطاني الهبوط فما يجوز لي اهمله. ما دام انطاني القيمه ما يجوز اهمله، لازم احسب حساب ان هبوط بالفولتيه 1 فولت لكل برش، واضح، لكل فحمه. فالان نبدي الدروب ان سيريس وايندنج، الهبوط بال الفولتيه بسبب السيريس. فهو شباب بما انه هو شورت شانت، اذا تذكرون معناه انه شورت شانت ايش مقصود؟ مقصود ملفات الفيلد مربوطه على التوالي ويا الارميتشر مباشره، والمحصله مربوطه على التوالي ويا ملفات السيريس، ملفات السيريس. فاذا التيار اللي يمر بالسيريس هو نفس التيار اللود اللي هو 30 في مقاومه السيريس 9 فولت. هذا الهبوط، الهبوط بالنسبه للشنط يساوي 220، هذه فولتيه التيرمينال، اضيف لها الهبوط بسبب مقاومه السيريس لان هي صايره في الطريق شباب بين اللود وبين الارميتشر، اوكي، فاضيف الى الهبوط صارت 129 فولت. هذه فولتيه الشنط، هذه فولتيه الشنط. اذا الاي شنط يساوي لي فولتيه الشنط اللي هي 129 على مقاومه الشنط اللي هي 200، احصل على 1.145. هذا يمثل لي الاي شنط. اذا الاي اي اللي هو المطلب واحد المطالب يساوي لي فولتيه اللود زائد الاي شنط، فاحصل على 31.145 امبير. الان الهبوط بسبب مقاومه الارميتشر هي اي اي ار اي، والاي اي حسبناها والار اي معطات، يطلع لي الهبوط بمقداره هو 1.56. الهبوط بسبب الفحمات هو 2 في 1، هاي مو 2.1 وانما 2 في 1 يساوي لي 2 فولت. اذا الجنريتد فولت الشباب يساوي لي فولتيه الاطراف زائدا الهبوط بسبب مقاومه السيريس زائدا الهبوط بسبب البرشز زائدا الهبوط بسبب مقاومه الارميتشر، واحصل على المقدار اللي هو 232.56 فولت. هذه هي الجنريتد فولتج. واضح شباب؟